يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل القرآن ظاهر وباطن؟ وما حكم من يعتقد ذلك؟ هذا كلام الباطنية اللي يقولون القرآن له باطن يخالف الظاهر. القرآن لا يخالف ظاهره باطنه أبدا، لأنه كلام رب العالمين، فظاهره لا يخالف باطنه، باطنه لا يخالف ظاهره. إنما الباطنية هم الذين يقولون بهذه المقالة ويقولون ما ظاهر القرآن لا يحتج به، إنما يحتج بالبواطن. نعم.